السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران. مشاهدينا اليوم في برنامجنا حنعالج قضية عدم تسليم طفل المتابعة فيها أم لرضيع في عمره 17 شهر فقط. قبل ما نخوض في تفاصيل هذه القضية نرحب كالعادة بالمستشار القانوني لقناة النهار. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحب بالشيخ شمس الدين. مرحبا بكم. مشاهدينا قضية عدم تسليم طفل المتابعة فيها أم فاطمة الزهراء من وهران في عقدها الثالث، تعرفت على شخص يكبرها بعشرين سنة، تزوجوا أسوا أسرة وبيت، لكن بعد فترة وجيزة من زواجهم تقرر فك الرابطة الزوجية بينهم. لكن أمر من كل هذا هو أنه هذا الطليق اليوم سلبها وليدها ودارها يعني الحضانة، لكن هذه الأم اليوم راهي مهددة بجرم عدم تسليم طفل، وعليها جات لبرنامجنا باش تحكي لنا هذه المشكله يتعاني منه. مرحبا بك معنا سيدتي. الله يسلمك. اذا انت تعرفتي على هذا الشخص 20 سنه كبيره عليك، انت 35 سنه، تزوجتوا ربي رزقكم هذا الطفل، لكن الحضانه راحت له وانت الان كي تحتفظي بوليدك 18 شهر في عمره وراكي متابعه بجرم عدم تسليم طفل. تفضلي احكي لنا تفاصيل قضيتك. انا كنت متزوجه مع هذا الانسان، كنت عايشه معاه في فندق تاع في بنيساف، وتزوجت عليه باش قال لي ندخل الارض الوطن باش ناسس عائله، و هو مغترب عايش في فرنسا، وقال لي باش ندخل ارض الوطن بصفه نهائيه وناسس عائله. فيك تعرفتي عليه هنا في الجزائر ولا في فرنسا؟ تعرفت عليه في وهران، وين كنت نخدم. رغم فارق السن اللي ما بيناتكم، 20 سنه فرق ما بيناتكم، كبير عليك. كبير عليا. نعم. ما جانيش الامر لانه راجل ما يتعبش، قلت معليش يعني مش مشكل. وكذلك كان مزوج في فرنسا. كان مزوج في فرنسا وقال لي راني مطلق، وباش عقدنا كان جاب جوجمون ديفورس تاع طلاق. رغم هذا انت قبلتي بكل هاد. نعم. ومن بعد كي حملت ما تقبلش الحمل تاعي. نعم قبل الحمل. اسمحي لي فقط، علاش عشتوا في فندق ماشي في دار كما كامل الازواج؟ كنا متفاهمين نعيشوا في دار في وهران، وقال لي نعيشوا في وهران، ومن بعد صبت روحي في فندق مع ناس غرباء كيما كاع ناس اللي كانوا في الفندق. شحال عشتي في هذا الفندق؟ عشت معاه 6 شهور بلا الغيابات تاعو المتكرره اللي كان دائما يخليني وحدي، يرسلني لدارنا يقول دارنا نروحوا ودوها. ملي حملت ما تقبلش الموضوع، كان يحوس يطيح لي الجنين بكل طرق وما نجحش في هذاك الشيء. علاش كان يحوس يسقط لك الجنين؟ ما على باليش، بالك ماش باغي وريث شرعي، بالك ما على باليش، مانيش عارفه علاش. هو صاحب املاك يعني كثيره. هذا الفندق اللي كنتوا عايشين فيه ملكه. نعم. ومن بعد قال لي باش يخرجني من البيت الزوجيه، ادعى بلي الاخت تاعي راهي في حاله حرجه عايشه هنا في العاصمه، وقال لي روحي اختك هي مريضه بزاف، ودالي بي دافيون وقال لي روحي. وقال لي ما تدي والو، خلي صوالحك في الدار، خلي ذهبك في الدار، ما تدي حتى حاجه في الدار. عايشين في فندق، في ان ستوديو في فندق سويت تقدري تقولي. ومن بعد انا بنيتي رحت، هو كان الحيله دايرها لي باش بعد تبلغت في فرندا في مقر سكن الوالدين تاعي، تبلغت ب اون روكيت دو ديفورس. انت عجزتي باش تسقسي اختك ولا صح راهي مريضه؟ يا اخو وسائل الاتصال، خليني نقول لك وسائل الاتصال انا سهله. انت تقولي باللي ما كنتيش على بالك، يا اخي هات التصيب اختك تقول لك ولا صح راهي مريضه ولا لا. وقال لي يلا نروحوا، وانا حالي تليفون، قال لي باش ما تقلقيش، باش راكي حامله وباش ما تقلقيش، الحجه غير باش يخرجني من الدار. وانت قبلتي بهذا الشيء بطريقه سهله؟ قبلتي؟ قبلت باسكو انا امنت فيه، كنت دايره فيه ثقه، مالغري واش دار فيا، كنت دايره فيه ثقه. كنت دايره فيه ثقه قبل ما تزوجوا؟ قلت له راني حاسه بلي ماكش حد تجي تديني. قال لي عطاني العهد في الدار، وقال لي والله غير نجي نديك من بعد سمانه. قال لي عندي برك شغال في فرنسا، نحطك عند اختك، نروح لفرنسا. من بعد كي راح قعد شهر ما بانش. كي تقولي مالغري واش دار فيا، الرجل هذا تزوج بك
وسكنك في فندق كالمليكة. في الفندق شفت يجيبوا الفطور طايب، العشاء طايب، كل شيء مخدوم، عندك كنسة يخدموك، يعني هذا الفندق تاعو ماشي فندق تاع الناس، يعني أعطاك بيت داخل الفندق تاعه وكل يخدمك. بس والله هنايا تقولي رغم ما لقي كاع واش داير فيا. ولكن الشيخ بعد اكيد عايشه على حياه الملوك، ولكن يعني بعد 6 اشهر خلاص العقد. هذه قصه اخرى. بعد 6 اشهر خلاص الايجار تاع الفندق. لا لا تاعو الفندق ملكه. لا انا عارف، ولكن هو في ذهنه يعني 6 اشهر خلاص المده. الله يحفظك. دوك اذا تزوجك بنيه الطلاق هنا خدعك. ما على باليش الزواج تاعه اصلا، وش كان وراء الزواج تاعه معايا شكان ناوي. هو في المعامله ديالو ليك هل كان يعني مليح معاك؟ ما كانش يستعمل العنف؟ كان عنيف جدا. كان يعنفك؟ كان يعنفني. كان يضربك؟ كان يضربني. حتى وانت حامل كان يضربك؟ حتى وانا حامل. قولي لي مالك، كانوا راضيين بهذا الزواج؟ ما كانوش راضيين. ما كانوش راضيين هايلك. اذا لا مش دايما من قبل، من بعد اللي بداوا يصراو لي المشاكل معاهم، من بعد اللي خلاني حامل ويروح لفرنسا يقعد شهر ويجي ويعاود يقعد يومين يروح لفرنسا، ما تقبلوش هذا الوضع، سورتو كي يخليني في فندق من داك ما تجي عندي من داك انا نروح ليها. شغل ما خلانيش كاع استقرار. نهار جاء خطبك من باباك، باباك كان راضي وكاع. نهار اللي جا خطبني قال لهم، قال له بابا كيفاش تعيش معاك هنا ولا تعيش معاك ليه في فرنسا ولا كيفاش؟ قال لهم وين ما نروح نديها هكا. قال لهم تكون هنا تكون معايا، نروح لفرنسا تكون معايا، وين ما نكون تكون. وشنو هو الشيء ما خلاكش تروحي مع الفرنسا؟ دار لي شحال من دوسي دو فيزا وعطاوني الغوفي، دار لي 3 فوا دوسي دو فيزا، هو اللي كان يتكلف بالملف بايداع الملف وكذا. استاذ نشوفوا هذا السيناريو تاع اللي يتزوجوا بمغتربين يخليهم في الجزائر وهم يروحوا لفرنسا، دائما يوقعوا في مثل هذه المشاكل وفي الاخير ينتهي بفكره بيت زوجيه او وايضا يدخلوا دراهم في الجزائر ويصرفون في فرنسا، يعني هذا ملحق وهي كثيره. مع هذا ما نظنش مغترب، هذا هو اصلا جزائري ولكن املاكه وامواله وتسيير اعماله في الجزائر، وهذا الامر موجود. ولكن شوفي اذا احنا مالناش نحلوا في قضيه الطلاق الزواج، لانه مش موضوعنا اليوم. نظن باللي موضوعنا هو حضانه هذا الطفل. ما نقولكش هذا الطفل، حضانه هذا الرضيع اللي في عمره 16 ولا 17 شهر، يعني مازال محتاج الى امه. الان تساليني عن هذا الزواج ونقول لك هو اللي كنت تدرسي كثير من الامور تعرفي بلي مسبقا بلي زواج مستحيل راح يستمر، لانه نظن بالك خفى عليها امور ولا بالك كانت نيه معينه. المهم انه ما كانش زواج حقيقي يعني من بدايته، ولذلك نظن النتيجه كانت طبيعيه وكانت منطقيه انه يكون طلاق. المشكله الان هو هذا الرضيع، يعني هذا هو اهم شيء في هذه القضيه. وهنا كيفاش الحضانه قالت ليه يعني الطلاق تم بالتراضي فيما بيناتكم؟ ماشي بالتراضي. اذا خرجني من الدار، قلت لك خرجني من الدار بحجه باللي نروح نشوف اختي، ومن بعد تبلغني في مقر سكن الوالدين. خرجت من الفندق بفرنده؟ خرجني من الفندق. نقولوا من الفندق. ايه باسكو ما كانش اصلا هذا الزواج ماهوش مغامره. انا الان مانيش نلوم فيك، يعلم الله، لان قضاء وقضاء وراضينا بقضاء الله. ولكن خلاصه القول هذا الرجل كي تقولي ماشي مزوج وراه حاب يدي لك الطفل وهو رضيع، وين راح يديه؟ شكون يقوم به يعني؟ انا اظن انه متزوج. نعم، وكذلك كنت قلتي لنا انه كان يحاول جاهدا انه يسقط لك هذا الجنين، وفي الاخير وي جاء وي يعني ناضل باش يديه. يعني مفارقات، تناقض ربما هنا. ايه تناقض. مع الاول ما يحبش الطفل ومن بعد يحب يدي الحضانه ليه؟ وراي الحضانه ليه؟ هو عطاو له الحضانه في مجلس قضاء تيارت. على اساس انه في العريضه تاع دار بلي انا ما طالبتش بالحضانه وانا مطالبه بها كي كان ولدي عنده 4 شهور في وهران. سمحي لي الاخت نسقسي الاستاذ، يقدر يعطوا حضانه الانسان ما عنده زوجه؟ هو فقط هذا رضيع، كي يعني يعطوا له؟ شكون راح يقوم بالرضيع هذا؟ يعني شكلا مستحيل يعني. الله يا سطحيا هكذا مستحيل يعطوا له، لانه انت تعرف بانه في مواد الحضانه كلها في اخر كل ماده يقول لك يراعي القاضي مصلحه المحظون، يعني في جميع الحالات راعي مصلحه المحظون. نعم. يعني هو زوج زوج تاعها طليقها ماهوش متزوج. وعنده الاهل تاعو هنا في الجزائر ما عندوش؟ ما عندوش والدي، عنده خاوته وخواتاته كل واحد في داره. كل واحد في بيته، يعني طول الحضانه. نقول لك واش وقع انا. شكون يرضع الطفل هذا؟ نقول لك واش وقع في
واش وقع. وقع انه هو في قضايا الطلاق المحكمه المختصه هي محكمه مقر الزوجيه. الماده 40 فقره 2 من قانون الاجراءات المدنيه والاداريه، هذا الامر معروف. هي وقع الطلاق بيناتهم، بعد ذلك هو رفع دعوى لانه كل موقع الطلاق كانت مازال ما وضعتش الحمل تاعها. هو دار دعوه جديده للحضانه، اطلب الحضانه بحجه انها هي ما طلبتش حضانه. لا هو كان، انا نقول لك هو كان يقاضي نفسه. كيفاش كان يقاضي نفسه؟ كان يبلغ لها في بيت اهلها، ولكن في بيت اهلها المحضر القضائي كل ما ينتقل يقول التقينا بالام ولا التقينا بالاب ورفض التسليم، يضطر الى القيام باجراءات البريد المضمن ثم التعليق في المحكمه في البلد. هي اجراءات موجوده في قانون الاجراءات المدنيه والاداريه. يعني كان يقاضي في نفسه، في الجهه المقابله هي ما كانتش تحضر، ما كانتش على علم اصلا. واش يدير؟ يرفضوا له الدعوه، ولكن في مجلس قضاء تيارت لانه يقاضي في نفسه وهذا ملف اداري، ملف اداري يعني وثائق. نعم. يقولوا بانه طبقا للماده 68 الام لم تطلب الحضانه، بمعنى انه كل شخص عنده الحق في الحضانه وما طلبهاش في اجل سنه تسقط عليه، بعد السنه تروح الى الشخص الاخر الذي يليه. استاذي لو كنت تسمح لي، انا اظن بان القاضي اذكى، القاضي اذكى من ان يمد حضانه لرجل ما عندوش شكون يرضع هذا الرضيع. ولذلك فرعون، تعرفي فرعون؟ فرعون ما جابوا له سيد، جا عنده سيدنا موسى حوس له على مرضعه، ولا لا لا، هذا فرعون كما قال ربي فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. كيف قاضي جزائري يمد؟ انا متاكد كاين حاجه صغرى ما نشعر فينا، ولا انت ما قلتيها؟ لا شيخ اسمح لي. نعم شيء واضح. انا شكون يرضع الطفل هذا؟ لا هو اعطى الحضانه على اساس، انا نقول لك هذا مدوا الحضانه في مجلس قضاء تيارت على اساس انه الماده 68 تبيح انه الشخص الذي يلي الام هو الاب. ولو ما عندوش الزوجه ترضع الطفل. لانه الشيخ كان يبلغها وما كانش تستلم. هو رضيع. هو تعامل، ولكن ايضا انا معك شيخ، يعني كان قادر يرفض الدعوه. هو رضيع، شكون يرضع؟ ولكن بالمقابل ايضا محكمة وهران أعطت حكم للأم بالحضانة، يعني الآن نحن أمام قرار الحضانة للأب وأمام حكم مع محكمة وهران الحضانة للأم. هاو المشكلة الآن وراهي. والقرارين هذوما الحكمين بيناتهم نهار فقط. بيناتهم يوم واحد، يعني كانت المقاضاة تمشي بالتوازي، يعني في مجلس قضاء تيارت القضية تمشي وفي محكمة وهران تمشي. بتاريخ معين صدر القرار لصالح الأب باش يدي الحضانة، وبعده بيوم قبله بيوم صدر الحكم لصالح الام باش تدير الحضانه عن محكمه وهران. وان ايهما يعني الاقرب؟ يعني الان ندخلوا في نزاع، لانه الان شكون الحكم ولا القرار اللي يتنفذ؟ راه مستأنف الحكم، حكم محكمه وهران في استئناف. من بعد نظل النزاع لازم يروح للمحكمه العليا. نعم. باش تفصل فيه، لان فيه نقاط قانونيه كثيره تثار، ومن بينها مساله الاختصاص، لان الاختصاص يعود الى محاكم مكان ممارسه الحضانه. نعم. عندما يتعلق الامر بالحضانه. يعني استاذ نعاود نفهموا فقط، مع كاين قرارين؟ لا كاين قرار مجلس قضاء تيارت وحكم على وهران، على محكمة وهران. يعني في زوج، واحد الحضانة للأب واحد الحضانة للأم. وحنا رانا نشرحوا في القانون، نشرحوا فقط قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية واش يقول في شيء هذا. نعم فهم لي فقط أستاذ، الحضانة للأب الحضانة للأب بموجب قرار نهائي صادر. نعم. عن مجلس قضاء تيارت. والحضانة للأم بموجب حكم ابتدائي صادر عن محكمة وهران وصدر قبل هذا القرار. حاول جاهدا أنه يسقط لك هذا الجنين، وفي الاخيره ويجا وي يعني ناضل باش يديه. راني عاجز باش نفهم كيف رضيع نحوه اليمة ونطوه البابا باش باباه يحوس على مرضيعه، وهو عنده يمه ترضعه، خليه ليمه افضل. علاش هذه المشقه كلها؟ نحن امام قرار الحضانه للاب وامام حكم مع محكمه وهران الحضانه للام. هاو المشكله الان وراه. والقرارين هذوما الحكمين بيناتهم نهار فقط. ماذا عن جريمة عدم تسليم طفل؟ الآن الزوج يعتمد على قرار تاع مجلس قضاء وهران، مجلس قضاء تيارت اللي عنده صيغة تنفيذية على أساس أنه الحضانة ليه. نعم. والحكم لابد أن يوضع موضع التنفيذ، لابد أن ينفذ. ولكن بما أنه عندها الحضانة بموجب حكم، الحكم تاعها ابتدائي، ولكن يقدر يكون حجة أمام لا إسقاط الحضانة الآن صعب، لأنه أمام قرار نهائي لازم تروح للمحكمة العليا. أو نعم. إذا ما حصلت الحضانة في مجلس قضاء وهران، لأنه الآن الحكم تاع وهران محل استئناف، نكون أمام قرار صادر مجلس قضاء تيارت للأب وقرار صادر مجلس قضاء وهران للأم
هنا ندخلوا نقدر نروحوا نديروا طعون، ولكن نقدر نروحوا لباب التماس اعاده النظر. ولكن باب التماس اعاده النظر الضعيف الموقف فيه، لماذا؟ لانه يتحدث عن اكتشاف وثائق مزوره او اكتشاف وثائق محتجزه لدى احد طرفي الخصومه، وهنا نقدر نبنيو التماس اعاده النظر على هذا الاساس باش نلغيو قرار من القرارين. علما انه حكموا لك في القرار تاع امام المحكمه العليا. فاطمه زهره انت حكموا لك في عدم تسليم طفل. حكموا لي وعطوني غرامه ماليه تاع 50,000 دينار جزائري. 5 ملايين. ايه وما عندها حتى اثبات يثبت بلي انا ما سلمتلاش الطفل. يعني هذا من قال لهم بلي كسرتي شرع. ايه استأنفت الحكم وعندي جلسه يوم 18 فيفري في مجلس قضاء تيارت. يعني خليني نتساءل انا بكل براءه، يعني نتساءل بكل براءه، وكيفاش يعقل نحيو طفل الأم في عمره 17 شهر؟ يعني الأطباء يقول لك لازم ترضع أمه. القرآن أيضا الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من فرق بين امرأة وولدها. تحدث على السن، على الحاجة إلى الأم. 18 شهر هذا أستاذ، بما أنه عندها حكم قضائي أنا فهمتك في القرآن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا حولين كاملين، يعني حتى الرضاع للام، ولا يقدر انسان يقنعنا بلي رضاع للاب. نعم رضاع للام ما دام طفل رضيع. نعم ماشي مستقبل. يعني باي منطق هذه؟ انا ما فهمتش. نعم. يعني ماذا بيا يعاملوني على سبع عقلي؟ طفل رضيع المفروض ما يكونش كاع محل. علما انه باباه ماشي مستقر في الجزائر. لا لو كيمدوا الحاضنه الاب، الاب راح يديه يمدوا يحوسوا موضعه، راح يمدوا لشخص اخر. باش وحنا هذا اللي قلت، حنا جرات العاده في الجزائر حتى اوتوماتيكمون يمدوا الرضاعه للام، الحضانه للام. انت يا باش نحاولك الحضانه كاين حاجه كي مخبيتها علينا. لا ما خبيتوش. هذا واش راني خايف؟ لا انا شرحت لك، قلت لنا الحقيقه على بالك القضاء. لا 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 شيخين كل شيء راه مدون. باش نحاولوا الحضانه لله. لا شيخ هما مدوا الحضانه طبقا للقانون، نص الماده 68 واضح. يعني انا القاضي يتعامل مع ملف، ما يتعاملش مع الطفل راضي. يعني يتعامل مع ملف، وجد ملف انه من له الحق في الحضانه لم يطالب بها في اجل سنه. راح مباشره الى الاب، ولكن فقط. نعم. بين قوسين سن الطفل، سن هذا الرضيع يقدر يطرح مشكله. نعم. يعني نعم استاذ، كاين عريضه تقدمت بها الام في كي كان في عمره 4 شهور وليدك، طالبتي بالحضانه. يكفي يعني ربما، ولكن هذه الوثائق غير موجوده في ملف لانه كان. ولكن عندك العريضه. لا ولكن المشكله انه كان يقوم بالتبليغات الى بيت اهلها. عنوان ماشي عنوان اللي كانت تقيم فيه. ماشي عنوانها هي، عنوان الاهل تاعها. ولو انه القضايا المتعلقه بممارسه الحضانه تكون في مقر موطن. طبعا. نعم. في مقر اقامه الحاضنه. الحكم هذا طعنتوا فيه اللي راه وليك تاع وهرن؟ هو استأنفه. استأنفون الى حق القضيه. راه البارح جاوبنا الاستاذ تاعي الله يعطيه الصحه. نعم. قال دار 3 اوجه تاع خدم العريضه كي شغل طعن بالنقد. قال الوجه الاول لانه السيد ماهوش مستقر، عايش بين فرنسا والجزائر واسبانيا. نعم. وعايش في فندق، ما عندهاش سكن كي شغل. صح. مستقر ماشي مستقر. لا حتى تيك عايشه في فندق. انا كنت عايشه بصح ماشي قابله هذيك العيشه، دائما نقول له وين تنس نروحوا للدار اللي لازم نسكنوا فيها. كان دائما يصرح لي، دائما يقول لي دوك نروحوا غدوه، من غد كي نجي لفرنسا. رحت هذيك. نعم. هكا حتى اللي وخرجني زهره. بما انه كان يبلغك عند اهلك. ايه. كان على باله بلي كي ساكنه وحدك انتيا؟ على باله بلي مسكن في وارن. يعني كي كان يبلغك بلغته بشحال من بلاد غير ستاعي تاع وارن وعارف كل شيء. سيما انا ما نلومش مجلس قضاء تيارت. انا نلوم المحضر القضائي اللي كان يدير محاضر محاضر كاذبه. انت نعم علاش على هذا؟ انت متاكده من هذا؟ هذا كلام خطير هذا. ولكن شيخ فقط فاطمه زهره، انت شكيتي بهذا المحضر القضائي؟ عندك شكوى؟ المحضر القضائي راح عند بابا في فرنده، وبابا عطاه لادريس تاعي في وهران. قال له هاك بنتي تسكن في هذه لادريس، روح ليها. ما يقدرش يبلغ في وهران؟ لا ابدا ما يقدرش. هو شادر بابا دخله للدار، قال له باش تاكد بلي هذه البنت بالك راني داسها عليك، ولا دخل شوف بعينك. والمحضر هذاك القضائي إيه، ولكن باباك لي زيليمون تاعو دخلوا للدار. لا ولكن اسمحي لي اسمحي لي. هكاك داير المحضر عاد باباك دخلوا الى البيت. المفروض يستلم عليه. ايه يستلم باباك، بعد يبلغك انت، يقول لك بالهاتف والله يبلغك، يقول لك عندك قضيه
راه بالاخاك المحضر القضائي هكذا. انا بابا قال لها تسكن في وهران. بابك انا ما استلمتش عليه. حسب باللي غادي يحرر في البي في تاعه، يقول باللي هذا الانسانه ما تسكنش هنا وتسكن في وهران ولازم تروح تتابع. بابك علاش بابك علاش ما استلمش عليه؟ بابا قال لها تسكن في وهران، قال لها ما تسكنش هنا. بابك المفروض بابك ما يستلمش عليه، يبلغك باللي كاينه قضيه تروحي انت تسالي عليها. احنا استاذ علاش ما داروش بطلان اجراءات المتابعه بما انه الموطن ماشي صحيح؟ ماشي الموطن تاعي. لا ماشي الموطن صحيح، القضية ماهيش قضية وطن. انا نقول المحضر القضائي قام بعمل تاعو، هي ثاني قادره ترفع عليه دعوه في اي مكان. وعلاش ما راحش بالاخا في وهران؟ وشنو هو اللي يمنع؟ لان العنوان الذي سلم للعداله هو تاع وين جاء المحضر. ولكن قالوا لها انه راهي ساكنه في وهران، علاش ما بلخش في وهران المحضر القضائي؟ هو حر يعني بلخش، لان العنوان الموجود عنده في العنوان اللي يشوفه هو بيت اهلها. ولكن اللي نتعجب منه انه باباك المفروض يستلم، ما استلمش يا سيدي، يتصل بك يقول لك كاينه قضيه معروضه في المحكمه ولا في المجلس او جاء المحضر القضائي تروح تسالي عليها. بابا حسب يحرر في المحضر تاعها باللي الاب تاعها قال لنا باللي تسكن في وهران ما تسكنش هنا، هكا حسب بابا باللي غادي يحرر المحضر تاعه. هو دار عدم الاستلام وتوقيع في الاول. اسمحي لي دقيقه، الله يرضى عليك، حبيت نقترح اقتراح على رجال القانون اذا يشوفوه الصواب يديروه، وهو ان الحضانه لازم تكون مباشره للام الا اذا طالب الاب، يعني الاب يتقدم ويبرر. اما ان نطالب الام اللي هي الحضانه لها اصلا والرضاع لها اصلا، نطالبوها باش دير طالب في المحكمه تطلب حضانه اولادها. نعم. انا اقترح ان تكون حضانه اذا كان رضيع، يعني نقصد بالنسبه للرضيع يعني مباشره تكون حضانه للام الا اذا طالب الزوج. نعم. استاذ كنا تكلمنا في العدد السابق قضيه اعراب على الحالات النادره اللي تكون فيها الحضانه للاب. هل هذه حالة نادرة بما أنه 18 شهر رضيع الأم؟ لا مش حالة نادرة، أنا قلت لك القضاء تعامل هذه حالة عجيبة وليست نادرة. يعطي رضيع لرجل ماشي متزوج باش يروح يحوسوا على مرضيعة، خليها عندي ما أفضل. نعم. هذه الشكوى تاع المحضر القضائي شكيتي به؟ شكيت به امام النيابه في عند محكمه فرنده. نعم. وشكيت به في الغرفه الجهويه للمحضرين القضائيين بوهران. التبليغات تاعه ما كانتش سليمه، كانت مخترعه. هو الشيخ يعني على تاسس على مشكل التبليغ اللي دا الحضانه. المحضر القضائي يتصل به المحامي يعطيه العارضه يبلغها. المحضر القضائي انتقل، هي قالت لك انتقل ودخل يعني البيت ورفضوا الاستلام عليه. خلاص، اين اخطا هذا المحضر؟ هذا القرار اللي صادر على محكمه تيارت، مجلس قضاء تيارت. نعم، على مجلس قضاء هنا هذا القرار الحضانه للاب. للاب صح. وهذا الحكم الابتدائي الصادر على محكمه وهران يقول انه الحضانه للام. نعم يعني حضانه راهي كاينه بموجب حكم وقرار. حضانتين يعني. وهذا الحكمين بيناتهم نهار. نعم، ولكن الان المشكله اللي تفصل بيناتهم هو الاختصاص، شكون هو اللي عنده الحق؟ نعم، طبقا لقواعد قانون الاجراءات المدنيه والاداريه الماده 40 فقره 2 هي اللي تقدم الحلول بالنسبه للاختصاص. انا نشوف الحكم مستانف من جديد باسناد حضانه الابن شريف يحيى مع تمكين والدته المستانف عليها من حق الزياره كل يوم جمعه. وهنا يقولوا انه الحضانه للام المدعيه بن يحيى فاطمه الزهراء. اولا من البدع المنكره تحديد ايام الزياره، ما كاش منها في الشريعه تاع عندك غير بالجمعه تروح تشوف وليدك. يا خويا هذه المراه توحشت وليدها بالحد ولا بالاثنين ولا رايه مسافره حابه تشوفه، عليها تحديد ايام معينه، يحدوا ايام وبعد يقول لك الاب ما رباش وليده، هو يعطوا له يعني نهار في الاسبوع. كيف يربي وليده هذا الرجل؟ رضيع، رضيع في 18 شهر يعطوا له كل جمعه تشوف وليدها. كل جمعه يعني يعني ما ناش غادي نفهموا الحق. انا عاجز باش نفهم كيف رضيع نحوه ليمه ونعطوه لباباه باش باباه يحوس على مرضيعه وهو عنده يمه ترضعه، خليه ليمه افضل. نعم. علاش هذه المشقه كلها؟ ترضع مرات كأم. نعم ما عرفش ما حق تشوفه ما نضجش حق ترضعه يعني صح. ولكن هذا النوع من القضايا يوقع لانه كل طرف وين يروح يقاضي، يعني كاين يروح المحكمة معينه والطرف الاخر يروح محكمه معينه وكل محكمه ما تعلمش يطولوا الاجراءات. لا ما تعلمش المحكمه باللي كاين نزاع في الجهه الاخرى، يعني هي ما تقدرش تعلم، ما كانش مركزيه باش نعرفوا. لذلك تصدر هذه الاحكام، يعني جهه تمد الحق لطرف والجهه الاخرى تمد الحق لطرف اخر طبقا لمعايير يقدموها كل طرف يعني وحده في نفسه. ولكن قلت لك الاختصاص هو اللي يفصل، لانه الان لما يتعلق الامر بمكان ممارسه الحضانه الامر واضح شكون المحكمه اللي تفصل فيه.
ولكن في جميع الحالات نقول لك القانون يوضع دائما حلول، يعني حتى في حالة إشكالات، حتى في وجود أحكام متناقضة، ولا في حالة وجود أمور ما كانتش واضحة ولا كانت موجودة في حكم معين ندفعوها باش فيما بعد نسوي الوضعية، يعني القانون يوضع حلول لهذه. النقطة الوحيدة اللي أنا ما فهمتهاش هي نقطة الرضيع اللي نسلموه للأب نتاعو، يعني قبل سنتين حتى أوقات الزيارة، نقول لك حتى أوقات الزيارة إذا كانت الحضانة للأم للأب تكون قصيرة جدا، لأنه الطفل رضيع يعني يحتاج الأم نتاعو في الرعاية تاع الأم في كل ساعة. أستاذ هنا الحضانة راهي للأب، ولكن الطفل راه عندي ماه، هنا راهي خارقة للقانون طبعا، هي طائلة قانون العقوبات لأنه عنده قرار نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية. لما يكون امتناع عن التنفيذ يخرج المحضر القضائي يطلب الابن ترفض، تروح مباشرة الشكوى لوكيل الجمهورية عدم تسليم الطفل، اللي هي عقوبة توصل لعقوبة الحبس أيضا والغرامة، وهي جريمة مستمرة، يعني يقدر يعاود يرجع مرة أخرى، ولكن سندك الوحيد أنت أنه عندك حكم عن محكمة وهران يقدر يكون حجة بسيطة، لأنه حكم ابتدائي الى حين انه تفصل فيه يعني دايره اشكال في التنفيذ امام محكمه فرنده اللي رفضوا لي الدعوه لعدم التاسيس، واستأنفت في تيارت في قضاء امام مجلس قضاء تيارت، والبارح فاتت الجلسه. لا قضاء الحل تاعك هو الحل تاعك هو صدور قرار مجلس قضاء وهران، ثم بعد ذلك عندك المحكمه العليا، ثم تقدر تروح تدير التماس اعاده النظر على اساس الماده 98 من قانون الاجراءات المدنيه والاداريه، وهو واضح جدا. نعم جا شافوا باباه الولد، جا شافه كي كان عنده شهر، ومن بعد رجع ودخلناه للدار، والولد سميته على بوه، انا بوه عمري ما شفته ما نعرفاش، بوه ميت والام تاعه ميته، وانا بغيت نحقق له مالغري طلقني وانا حامله وخرجني من الدار ودالي المهر تاعي اللي داره لي الدهلي سرقوه لي، كاين محضر يثبت هذاك الشيء. سميت الابن تاعي على باباه شريف، وقلت بالك دوك شو دوك بعد لي ولدت، قلت بالك يجي يشوف ولده يحن قلبه وترجع العلاقه باش ولدي ما يتحرمش من الجو العائلي تاع والديه معاه. وجا شاف ولده ودخلناه للدار، ومام بابا قال لهم نحط لكم قهوه، جا هو وخوه وخاله وواحد صاحبه، جا شاف ولده وعطيناه له ورفده وصور معاه وعنقه، ومن بعد راح عاود رجع على شهرين تانيك نفس الشيء، دخلناه للدار وشاف ولده وقعد معاه لعب معاه في الصالون شحال، ومن بعد ما بانش كاع تختفى، يعني في 18 شهر شافوه مرتين اختفى. ومن بعد كي جا بعد كي كان عنده 6 شهور جا دار امر باش يشوف ولده، جا ديريكتومون دار امر باش يشوف ولده في فرنده، وانا مانيش في فرنده وعلى باله باللي مانيش في فرنده، ومن تما من هذاك الامر راح عند وكيل الجمهورية ديبوزا بلانت باللي انا ما عطيتلهش الولد عدم تسليم الطفل. تسمى راه داير لي دو فوا قضية عدم تسليم الطفل. إذا سمحتي لي نغتنم فرصة هذه الحصة باش ننبه إلى أنه لا يجوز شرعا سجن الأب ولا الأم من أجل الأطفال. يعني لا يضر والد بولده. كما الآن مثلا راجل صار مشكلة بينه وبين زوجته ولا فيسجن. ولا كيما الاخت زعما الان متهمه باللي ما سلمتش الرضيع لهذا الرجل، وبالتالي ممكن يحكم عليها بالسجن. لا، الشريعه تحرم هذا، لا يجوز معاقبه الاب من اجل ابنه. قال العلماء وقتها الا اذا كما قال الامام مالك يعني قتله، ولكن بمعنى قتله معناتها ربطه وهكذا، يعني خلاص قضيه واضحه باللي يريد القتل. اما لو كان الاب نفترض والاب ضرب وليده فسقط ميتا، هنا لا يعاقب بالسجن ولا يحكم على انه قاتل. شوف يعني مراعاه لقيمه الاب والام، فهذه فكره انك انت تدخلي للسجن. لو كان نفترضوا القانون راح ياخذ مساره، معناتها انت تروحي للحبس من اجل هذا الرضيع اللي انت راكي شدته عندك لانه وليدك وكي ترضعي فيه، يعني تولي متهمه بعدم تسليم الرضيع. ولي من يسلم الرضيع للرجل؟ مع ان الرضيع الاصل يكون عند يمه. لا، ولكن الشيخ ايضا ما لازمش نغلطوا الناس. وين غلطنا الناس؟ نقول لك انا واش ما لازمش. وين غلطنا الناس؟ نقول لك ما لازمش نغلطوا الناس. ما لازمش نغلطوا في الناس. لا، نحكي لك من باب اجرائي. ها. واش معناتها؟ معناتها هي حكيت لك باللي كانت قادره تبع قضيه حافيتيرت وما يصراش واش صرا، كانت قادره. لانه المحضر القضائي جاء وخبر باباها، باباها كان قادر يستلم ويقرا ويشوف، لانه كي تشوف احسن انك ما تشوفش. يشوف واش كاين ويبلخها.
والله لما يروح خرج المحضر القضائي تروح هي تعاود تشوف، ولكن الناس يتعمدوا شغل، يتعمدوا يروح شغل ما شافوش باش من بعد العواقب ما على بالهمش بها. لانه لو كان كانت نعم. على علم، لو كان الاب تحسلم، لو كان وقفت في تيارت في المجلس ودافعت على نفسها وما يقولوش الحضانه، ولكن القاضي تعامل مع ملف ما تبلغت حتى ما تبلغتش وما دافعتش. والد ما يعرفش يقرا العربيه، بابا فرانكوفون واش عليه بابا فرانكوفون، ولكن والقانون لا يحمي المغفلين. لما يجي المحضر القضائي لما يجي المحضر القضائي يستلم عليه باباك ويمضي ويتصل بك بالهاتف ويبعث لك العارضه تشوفيها وتروحي. استاذي خليني نقول لك انا علاه راني نقول هذا الكلام. هو الحضانه تاع المراه لولدها تسقط بسبب الفسق، بسبب سراقه، بسبب عاهره، بسبب، اما انها تسقط لانها فقط ما طلبتش الحضانه اللي هي منطقي الحضانه للام، هذا غير منطقي. لان كاين اشياء راهي تحدد سقوط الحضانه. لا، لانه كاين ترتيب في الحضانه. لو كان واحد اللي راهو ينتظر كيما نكونوا دايرين لاشان، لو كان واحد الاول ما فاتش يعني كل السلسله تبقى حابسه. الان كاين ترتيب، اذا واحد ما طلبش اللي موراه لازم يطلب. لا قول لي، والام مطالب انها تطلب باش تحضن راضيه. لا هذا على الاحكام، يعني من المعقول نطلبوا ام ترضع باللي لازم تاذن باش ترضع في الملف. على علم استاذ انه دارت عريضه كي كان في عمره 4 شهور. لا انا ما نعرفش، ولكن انا نقول لك في الملف المحكوم فيه في مستشفيات ماشي موجود انها طلبت الحضانه على اساس وهي لازم تطلب. نقول لك على الشيخ على اساس، نقول لك على اساس انه هي لما طلقت الجنين كان مازال ما زادش، ولما يزيد لما يزيد الجنين لازم قضيه جديده. هذا الذي راني نقول، يعني كيفاه القانون مراه تولد طفل ومن بعد تروح تطلب اللي تحضنه مع ان الحضانه اصلا للام. كاين عريضه كي كان في عمره 4 شهور الطفل، كاين ولكنها غير مدعاه امام قاضي مجلس قضاء تيارت. صحيح مدرة ما عندوش علم في الوجهه الصحيحه، يعني ما عندوش علم. لذلك انا ندمت عليها انها ما استلمش. انا ارى انه من غير المنطقي ان لما تولد امراه وتطلق لازم تروح تطلب الاذن باش يطولها تحضن وليدها. انا ارى ان الحضانه تروح مباشره للام الا اذا طالب الزوج وقدم مبرر شرعي. لازم يقدم المبرر الشرعي. ولكن الى حين ذلك الشيخ، الى حين ذلك القانون الحالي، قانون الأسرة الحالي، هي لما طلقت ما كانش عندها طفل. لما طلقت يعني الآن أنا أمام مشكلة عناوين. لا مش عناوين فقط، لما طلقت ما كانش عندها طفل. من بعد لما وضعت حملها لازم تطلب الحضانة. هذا هو العجيب. لا في القانون هكذا لازم تطلب الحضانة. ولكن شيخ أدعوك لقراءة فقط هذا من المفارقة تاع الحكم ربما، حيث أنه من المقرر تبقى المدى 64. كمل القراءة شيخ. المدى 64، الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون. حيث وإن كان من المقرر طبقا للمادة 64 من قانون الأسرة أن الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب، فإنه رغم حداثة سن الطفل الشريف يحيى، إلا أن الأم المستأنف عليها لم تطلب بحضانته، وعليه وطبقا لاحكام الماده 68 قانون الاسره المبنيه عليه يكون طالب الاب المستانف الحالي باسناد حضانه له مؤسس قانونا ولكن غير مؤسس شرعا. على مؤسس قانونا بحجه انك انت ما طلبتيش الحضانه، ولكن في الشريعه الام ماشي لازم تطلب باش ياذن لها باش تحضن وليدها. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. نعم. شكون يرضع الطفل هذا كي يديها راجل؟ قولي لي شكون؟ انا نحكيو على رضيع يعني. لم تقصر في نظر القانون، طلبت الحضانه في الاجل، ولكن في مجلس قضاء تيارت وان كانت تمشي القضيه لا علم لهم، ما عندهمش علم باللي طلبت الحضانه. في الملف لا يوجد ما يفيد بانها طلبت الحضانه، لذلك هو قرار نهائي، هذا قرار نهائي. لذلك القضاء في مجلس قضاء تيارت مشى مع الزوج. نعاود نقولوا النقطة المهمة اللي قلتها الشيخ، أن المحكمة ما تبلغش محكمة، أستاذ عفوا، المحكمة ما تبلغش محكمة. طبعا المحكمة لا تبلغ. أستاذ والشيخ في نفس الوقت. نفس الشيء. المهم عندها حق الحضانة أستاذ. قانونيا تقدر، قلت لك المحكمة العليا لازم دير طعولية، القضية مشات كثير. ثم عندها الحق دير التماس على الناحية الشرعية. شرعا عندها حق الحضانة، وأنا أنصح هذا الرجل إن كان يسمعنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من فرق بين امرأة وولدها. صح.
خلي لها تكمل هي تحضن ولادها وانت زور وليدك و... ورانينا حتى ما يشتم منعك يعني ما يش من نوع تاع نساء اللي يمنعوا راجل باش يزور وليده. قالت لك مرحبا بك. المهم هكذا الاخت انت ما تمنعيش باش يشوف وليده. عمري ما منعته، كنت نرسل له خويا باش يعيط له في الفندق يقول له باللي روح تشوف ولدك، وهو كان يقول لهم قولوا له ما رانيش ما راهش هنايا. وعلى هذا الاساس طلباتك سيدتي؟ انا ان شاء الله يعطوني الحضانه في المجلس تاع مجلس قضاء وهران، ونشكر المحكمه تاع وهران اللي عطاتني الحضانه وكانت انصفت في الحكم تاعها وكانت عادله، اللي هي الحضانه بين قانونا وشرعا بالليك للام. يعني ان شاء الله يتم الفصل في هذه القضيه، وان شاء الله احنا نوعدوا المشاهدين انه حيكون فيه متابعه لهذه القضيه بما انه عندكم جلسه يوم 18 فيفري. استاذ الحضانه ظاهرها ربما قضيه بسيطه جدا، لكن مشكله، لكن الجوهر تاعها مشكله كبيره. انا قلت مرات سابقه في هذه السنه انه 68,000 حاله طلاق، اذا حسبنا كل طلاق ناتج عنه طفلين او ثلاثه، في خمس سنوات راح يكون عندنا، في خمس سنوات فقط يكون عندنا مليون طفل ضحية طلاق. وشوفي النتائج اللي تتبع فيما بعد، ضحية صراعات فيما بعد، فيما بعد شوفي عدد المشاكل. ولكن ايضا احنا رانا نبلغوا فقط ونقدموا معلومه قانونيه نبسطوها للمشاهد، لانه هذا اقل شيء نقدموه للمجتمع. أكيد. ان الناس تعرف حقوقها، يعني الانسان اللي يعرف حقوقه عمره ما يضيع. يعني كبار المفكرين يقول لك امه تقرا امه لا تجوع، يعني شعب يعرف حقوقه هو شعب متحضر. أكيد. والأخطر من هذا عدد الطلاقات اللي راهي تقع ولا تصل إلى المحكمة، راهي آلاف تاع نساء مطلقات شرعا غير مطلقات قانونا. يعني يكتفي رجل أنه يتلفظ بالطلاق بالثلاث ويرفد حقيبته ويروح، ولا هي ترفد حقيبتها المرأة تولي متزوجة قانونا مطلقة شرعا. نعم. والعكس صحيح أيضا، كاين نساء راهي متزوجة شرعا مطلقه قانونا، يروحوا المحكمه يطلقوا ومن بعد يعاودوا يجيبوا امام يفتح لهم، وبالتالي تولي متزوجه مطلقه قانونا متزوجه شرعا. وهذه نسبه كبيره، لابد على رجال الشرع والقانون يصيبوا حل لهذه الحاله هذه ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى سيدتي. مشاهدينا احنا متواصلين معكم بعد هذا الفصل، وراكم ويبقى الامل. مشاهدينا في ركن ويبقى الامل، كما راكم تشوفوا هذه المنشورات اللي تظهر معنا على الشاشه هي منشورات تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصه بالشاب سيد علي، اللي عرض من خلالها البيع الكليه ديالو مقابل 900 مليون سنتيم لهدف واحد، وهو تجميع مبلغ مالي لاجراء عمليه جراحيه على مستوى عينه في اسبانيا. سيد علي جانا من بومرداس، مرحبا بك معنا سيد علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي علي، انت شفناك انه في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي كامل تداولوا المنشورات ديالك، عرضت من خلالها البيع الكليه ديالك، راك تبيع في الكليه. نعم. احكي لنا علاش، شنو هو الدافع؟ انت شاب جزائري صغير راح تبيع الكليه ديالك بمبلغ 900 مليون سنتيم، تفضل. كيف جاتك اولا الفكره؟ هي فكره عند واحد العام هكاك فكره. رحت درت عمليه في تونس، تعرفت على واحد ثم باع كلوان نتاعو. بعد جاتني الفكره هكا في راسي، هي قبلها كل شيء بعيني، كنت نخدم لاباس عليا. انا نحكي لك على عيني كيف شبداتني. هي نكي زدت بتشوه خلقي، عيني صفا الحمد لله، الخالق صورني هكا الحمد لله، عندي تشوه خلقي وناقص شوفه بزاف. كنت هذه هي العين اليوم انا نشوف بها حوالي واحد ونص على 10. وشنو هو التشوه الخلقي اللي زدت به؟ كولوبوم. كولوبوم اسمه. يعني مشكل في العين. مشكل في العين. اي. بعد كان هذه هي العين كي زدت كانت نشوف بها واحد ونص زوج على 10. هذه اليسرى حوالي ربع على 10. بابا الله يرحمه كان يجري بيا للطب، وهو يخدم علينا، احنا عائله فناس زواوله الحمد لله، قيسنا قيس روحنا. يجري بيا بابا يخدم علينا، ومين داك يجري بيا للطب منه يديروا لي برك نواضر، ومخليني هكاك نقرا ونلعب صغير ما نعرفش. في 99 مات، خلاني 8 سنين ونص في عمري، كنت انا الكبير في الدار، انا الكبير في خاوتي.
ويما ما تعرف والو يعني تاع الدار وما تاع الدار ما خاطيها الخرجه. بعد يما بدات تديني للطب كيما بابا بدات مش كيما كانت ايه بدات تجريبيه ومن يقولوا لها هي غير انا صغير تديني للسبيطار يقولوا لها ما هذا واش نديروا له يخرجي لي نواظر رونديفو منا يتعبوها رونديفو كذا منا. بعد مين داكت كي تقدر تديني مرات تخليني بديت نكبر شويه حبس القرايه بديت نخدم 15 سنه في عمري بديت نخدم منا كيما لي جانب كل نتحرك من نتحرك من بديت نحوس نجري نداوي روحي تقريبا كل شهر نروح عند الطبيب وين نسمع طبيب نروح نشوف واحد داير نواظر نجربهم نروح نشري كيما هما من بعد ما يساعدونيش. وكنت انا ملي كنت صغير نحلم بالحمايه المدنيه نحلم ندخل في الحمايه المدنيه. ملي قفلت 18 سنه وانا نجري وين نروح للوظيفه العمومي رحت حتى المديريه تاعهم لا دي جي تاعهم ما الحمد لله هذا مكتب ربي. بعد كرهت وليت درت ستاج تاع قياده الاشغال قياده اليه الاشغال العموميه. سيدي علي كيفاش ربما انت عندك مشكل في عينك تروح دير قياده؟ نحب الخدمه لي زونجا هذو البوكلات نحبهم. بصح راك هكاك تقدر لا قدر الله يصرى لك انت مشكل في حياتك راك تخاطر هكذا ما تقدرش تجازف حياه الناس ايضا اكيد يعني. المهم درت ستاج هذا جريت بزاف باش دخلت الستاج هذا ودرت ستاج تاع عام ما نحكوش راني نحاول نختصر لكم مش نقدر. وانت كنت صرحت لهم باللي ما تشوفش يعرفوا يشوفوني يعرفوا ودخلوك عادي عادي ونجحت في المسابقة وين يعرفوا ما يطلبولكش ملف تاع كي يشوفني هكا ولا كي نكون نحكي معاه يفيق بيا باللي مانيش في الملف في الملف ما كيما رخصة السياقة ما يطلبولكش. لا عجيب يعني مجرد سياقة سيارة يطلبوا لك الملف في النظر كيف المركبات الضخمة هذه ما يطلبوش. ودرت ستاج عادي درت ستاج تعلمت مدة عام بعدها هذه في 2011 درت ستاج هذا وكنت نخدم قبلها خدمت في كل بلاصة في القهاوي في لي ريستورو. نعم حكينا على القيادة فقط القيادة هذه اللي درت فيها قبل ما نلحق القيادة هذه قيادة الأشغال قيادة الآليات خدمت في بزاف بلايص في شوانط خدمت الصبيغة في كوشات بولونجي خدمت في وين نلقى نخدم. هل كنت تقود هذه الآلات؟ إيه عادي وخدمت عادي وما مناقص تشوفها بصح نخدم. بعد كي درت ستاج هذايا وين نروح نخدم نهار يومين يفيقوا بيا سمانه سمانتين يحبسوني نزيد سمانه اخرى 10 ايام نزيد نلقى خدمه كيف 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 كيف. واحد المره لقيت خدمه في شركه كوريه ودي الشهاده تخرجت يعني من ايه عندي دبلوم. انا حاب نسال سؤال يعني الان المشاهدين ما يشوفونا هذه المؤسسه اللي تسمح لك تعطيك رخصه سياقه المركبات الضخمه وما تطلبش ملف على البصر علما انه فاقد البصر والتشوه عجيب يعني ما المهم يخلص شيخ يدفع وكيف مجرد سياقه سياره نفعيه مؤسسات خاصه تكوين يعني يهمها الناس لا مؤسسه وطنيه ومركز تكوين ويعطوا له شهاده وبلا ما يقدم لهم ملف تاع البصر نتاعو. هذه هي هذا اللي تفضل يعني اللي لا اذا رايت شيئا مستقيما فتعجب إذا كان الأمر كما تقول والله نحن في خطر عظيم يعني. عندي دبلوم شيخ وخدمت ودرت ستاج وكل شيء عندي دبلوم بالوثائق. نعم وانت عمرك ما صرحت لهم بلي انت ما تشوفش. على بالهم. كيفاش على بالهم؟ يفيقوا بيا كي يشوفوني ما يشوفوني. يخلوك تخدم عادي. يخلوني يروحوا يحبسوني ونحشمهم هكذا خليني نخدم. الله غالب وكذا ومنا. وكنت دير لي لون تراجي. شنو المسافات طويلة كنت تسوق بزاف؟ لا لا نسوق في شونطي ما نمشيش لبعيد ولا بوكلا في شونطي وراي تحفر تشارجي الكاميو. كيفاش كنت تخدم كيفاش كنت تشوف انت؟ نشوف ماشي ما ناقص خلاص ما نشوفش خلاص اعلى. ايه ولكن تنين ضعيف 10 كيما قلت. نخدم هكا منه في 2014 لقيت خدمة في شركة كورية. خدمت هي عند واحد بريفي كاري لهم الماتيريال الشركة هذه. وانا نخدم عند البريفي بس هي يخدم في الشونطي تاع الشركه الكوريه.
خدمت مدة تقريب شهرين، شهر ونص هكا، كون نخلص مليح بالستة سبعة ملايين الحمد لله يعني. الحمد لله ستة سبعة ملايين الحمد لله، والخدمة هذه نحبها صح. واحد المرة زعفت زعف كبير، ونط صباح عيني ما نشوفش بيها، نحك هكا نحك ما تروح، شو قلت بالك الدكتور روح نحك والو. خدمت نص النهار طفيت البوكلا، عيت المول البوكلا قلت له اليوم ما نقدرش نخدم. رحت للطبيب قال لي شبكية تاعك راحت لك شبكية، لازم لك عملية إيرجنس أوبيراسيون. عطالي كونترون دي بيان دي طايم، عندي كل شيء الوثائق كل شيء كلش عندي. خليته مهموم الطبيب هذاك، شافني يعني شافني مودر خلاص مهموم، وزيت شاف لي عيني حسيته باللي تأثر معي. قال لي ما نقدروش نشدوك والعملية تاعك صعيبة، وشوف السبيطارات الأخرين. كاشالي في الورقة هذيك الكونترول اللي جبتها، كاشالي لا ريبونس تاعو باللي كومبلي وكذا. قال لي شوف سبيطارات أخرين. رحت لمصطفى باشا جويه العشرة تاع الليل هكاك زاد شافوني، قالوا لي كومبلي ثاني شاف قال لي ما نقدروش نشدوك. رحت من مصطفى الباب الواد كيف وين نروح مع السبيطارات كاع رحتهم. رحت لوزارة الصحة ديريكت، ديت لهم الورقة هذيك لوزارة الصحة. على 11 تاع الليل؟ لا غدوة من ذاك، جويه 11 هكاك تاع النهار. لي زاجون سيكيريتي شافوني ماشي ما رقدتش في الليل، وبايت في ثم في السبيطار ونعاس وتعبان، وما حبش يخليني ندخل. انت هذيك الصدمة كي قال لك عينك راحت، الصدمة هذيك خلاتك تجري كامل هذا الجري؟ نجري وما ما رقدتش في الليل وتعبان المهم. واش قالوا لك في وزارة الصحة؟ ما حبش يخليني ندخل. وليت نهضر معاه بالظرافة هكا، عييت نحاول معاه ما حبش يخليني ندخل. بعد ولينا زايدة الهضرة، زايدنا في الهضرة ولينا في العركة والعياط وكذا. رحت أنا يا خرجت من ثم، رحت حوس على قهوة، جبت زوج قراع هذوك تاع يطرا ونص تاع ماء. رحت البومباي سونس عمرتهم بليسونس بليسونس، ورحت نحرق روحي ثم. نمشي هكا قبل ما نلحق الباب كنت نصب ليسونس على روحي، شدوني ناس جايين فايتين من ثم ما يخدموش. صح لقاو حكى عليه باش يدخلوني نداوي باش داوي عيني. هذه حرقت يعني مقر وزاره. خليني نفهم هذه اللقطه برك، صح لقاو حك باش داوي عيني يا شيخ لحقت وين الدرجه تاعك؟ اي انا حابين نفهموا برك حنا، باش خاطر هذه الحصه هذه تربويه. يعني انت هانا عليك ان تحرق نفسك لان ما خلاوكش داوي عينك في بالك هكذا. يعني سؤال زاد هذا طريقه اخرى، قول له هل انت حاب تعيش ولا حاب تموت؟ الله يحفظك. ولا حاب تداوي؟ تعال لا حب كاين حياه والموت. يعني انسان يحب يداوي عينيه يحب يعيش وحب يشوف الدنيا، وبين انسان يحاول يموت يعني شيئا ما يتلاقاوش. يا اللي ما خلاونيش نداوي عيني نحرق روحي. كمل. الناس ما خلاوكش تحرق روحك، تدخلوا سلكوك الناس؟ جايزين الناس جايزين هكا وشدوني وداوني يعني هضروا معايا وعقلوني هكا فوالا. غدوه من داك عاودت رجعت لهم لوزاره الصحه هذه، لقيت جماعه واحد اخرين اعوان الحراسه مش تاع البارح، حكيت معاهم يعني ناس واحد اخرين كامل يحكوا بالادب بالظرافه لاباس بهم. نعم. دخلوني لواحد السيرفيس، قالوا لي دوك ندخلوك عند واحد المدام شيف سيرفيس هي تكفل بك. وريت لها الورقه هذيك، حكيت معاها كتبت لي برايه قالت لي تروح للسبيطار بارني هذا هو المليح في الأوفطالمو. العشيه هذيك رحت لهم، قالوا لي الله غالب، كنا نهار الاربعاء، قالوا لي الله غالب ما نقدروش ندخلوك كومبلي، ما نخرجوش واحد نديروك انت. قالوا لي الحد ارواح الحد، رجعت دخلوني في 1 ماي 2014. كي دخلوني 15 يوم، البروف يوميا يشوفني خمسه سته سبعه طبا ولي ستاجر ثاني. بعد راح يخرجوني قلت لهم تخرجوا لازم نداوي. شافتني واحده الطبيبه نبكي قالت لي انا ندير لك العمليه. قلت لها يا الطبيبه انا نصلي زوج ركعات وانت خدمي خدمتك، والشافي هو ربي سبحانه. يا ربي يكون معي يا ربي. امين ان شاء الله. صليت زوج ركعات؟ اي زدت واحد السمانه هكاك ثاني، دارت لي العمليه، زدت قعدت سمانه في السبيطار، خرجت ويقولوا لي رجع 15 يوم نشوفوك 20 يوم. العملية كانت ناجحة سيد علي؟ ماشي ثمثم تبان لا ناجحة، ما نشوف ما نقدرش نشوف ثمثم، ما نشوف والو بها. نرجع بعد شهر يديروا لي اللازر، نرجع بعد شهر يديروا لي اللازر،
وانا ما نشوفش، نقولها طبيبه مانيش نشوف. هم العمليه صعيبه ويقولوا لي بالعقل تصفى وكذا، بالعقل تصفى تصفى. رحت عند طباء واحد اخرين بريفي، قالوا لي راهي عندك ديكور مشابكيه تاعك راهي منحيه كامل. والطبيبه ما حب على بالها، وكانت تقول لي ما وصفات عينك ولا مصفاتش؟ مصفاتش. نشوف، كنت نشوف هكا ضباب كبير يعني. وانت متاكد بلي داروا لك عمليه؟ هي عندي كواغط اشياء، كل شيء بالكواغط. ماشي صاوعوك برك خلاوك من بعد فطنت وقالوا لك خلاص. شوفوا نتاع العمليه من فضلك سيدي علي، باش هكذا الناس كذلك يشوفوا يقدروا يعاونوك. يعني هذه عينك اليمنى هي اللي تبان مريضه بزاف. اليمنى. اليمنى ايه. مازال ما حكيت لنا كيف اهدات الكليه تاعك للبيع. هذه بعدها زدت عمليه في تونس. او يحكي لنا. رحت لتونس. كي درت العمليه تاع بارني، من بعد زدت نروح للطب بريفي يقولوا لي الشبكيه تاعك راهي رايحه وزيد اجري على روحك. دبرت شويه دراهم، زادوا صحابي ليمولي شويه كذا 4 ملايين. رحت لتونس مده 15 يوم 20 يوم، لمولي 18 يوم وزادوا عيطوا لي زادوا لي شويه دراهم. رحت مع واحد صاحبي درت العمليه الحمد لله يعني. نعم بالصعوبات وصعوبات كبيرة بس الحمد لله وليت تشوف خير. بعدها بشهر عاود رجعت ليه. زاد قال لي راهي العين تاعك يتحسن بشوية، وزاد خرج لي دواء. بعد زدت رجعت ليه بشهرين دار لي اللازر، وليت نشوف كما نقولوا السجاج هذاك الأبيض، السجاج تاع التواقية ما مضبب كما هكاك، نقولوا طونوبيل نشوف لافورم تاعها هكا نعقلها شوية. بنادم نشوف لافورم الهيئه نتاعو، اما ما نعقلش وجهه. كل نهار نحس شويه تتحسن شويه. هاي بعد جاتني الكاتاراكت. الكاتاراكت كاتاراكت سكوندير في الصيف تاع 2016. وهي العين الثانيه مرضت كيما العين الاولى؟ لا لا في نفس لا العين. نفس العين. أي. والعين هذه اللي صحيحه كل ما تنقص. تنقص لانه لازم هذه تتعالج. كل ما تنقص. بعد جاتني الكاتاراكت، قال لي الطبيب هذا كمون ندير لك العمليه تاع الكاتاراكت الله اعلم ب 1800 دينار ولا هكاك ولا. قلت له يا طبيب لا العمليه سهله نديرها في الجزائر. كتب لي ورقه هكذا الكاتاراكت واش كاين كل شيء راه عندي ديجا الكواغط كلش. جبتها البارني للطبيبه اللي اوبيراسني، وما ما نجحتش العمليه بصح للدرك للدرك ما زلت نحبها كي اختي الطبيبه هذيك حتى وما نجحتش العمليه. حسيتها خدمت معايا واش تقدر بالصدق يعني، مش كيما بعض الطب تعبوني صح تعبوني مرمدوني. شافني طبيب هي مختصه في شبكيه، عيطت للطبيب واحد اخر شافني شافني قال لي وكان ندير لك نحي لك الكاتاراكت العمليه اللي درتها في تونس تعاود يصرى لك ديكولمو يتنحى واحد كي يردوا الشبكيه يديروا لها سيليكون واحد سيليكون يديروه في العين. قال لي كنحوا لك الكاتاراكت تعاود تنحي لك شبكيه. بعد حكمتني الطبيبه هذه قالت لي حنايا ما عندناش ماتريال كبير، قالت لي روح لحوس كلينيكات واحد اخرين. رحت الكلينيك تاع السعاده شافني الطبيب قال لي ايه نديروا لك العمليه نحوا لك الكاتاراكت. شافني من حكيت له كل شيء اوبيريت في تونس واش قال لك؟ قال لي نديروا لك العمليه. بعد قلت له يا طبيب شحال انا عارف باللي بريفي. قال لي هذا الطبيب حكيت معاه قلت له يا طبيب انا الله غالب اني اخوك عند ربي، وقلت له واش نعم عليكم ربي هذه صحه واش نعم عليكم ربي بالخير والعلم هذا ديرها لي صدقه لميمتك. راح حكم معاهم تما بعد داروها لي العمليه كثر خيرهم يرحم والدي. داروها لك باطل؟ ايه داروها لي باطل. وهي شحال كان لازم تخلص؟ 10 ملايين. داروها لي باطل يرحم والديهم ويكثر خيرهم. قول لي كيف وصلت دات كليه تاعك للبيع؟ انا هنا راني حاب كي صارت عاود مر بعد العمليه تاع الكاتاراكت هذه في جونفي 2016. بعدها رحت نخدم في كوشه تاع بولونجي من لافورس تاع هذيك العجين ايه لا مش سخانه نرفع مقطع العجين هكذا ونرفع الشكاير تاع الفارينه والشاريوات هكذا. عاود سطرت قلت لي شبكيه تاع لوبيراسيو تاع تونس وين نروح؟ يقولوا لي عاود رجعت للطبيب قال لي ما قدرش وكذا وعينك انا اصلا شبكيه تاعي رهيفه بزاف. قال لي ما نقدرش وزيد كذا من نروح لوروب وكذا.
وين نروح للجمعيات خيريه نبعث الدوسيات الاسبانيه هكذا اللي كونترول دي جاوبوني يقول لي ما نقدرش نجاوبك لازم تجي نشوفوك ما نقدرش نجاوبك بوالو. نعم وين نروح هكا خلاص كي رحت لتونس ديجا كاين عمري ما قصدت واحد لحقت وين قصدت الناس وعاونوني كثر خيرهم وعييت صابر وتبدلت حياتي ضربه واحده وين نروح نخدم النهار يحوزوني ما حر دخلت في واحد يعني تقلبت حياتي ضربه واحده. واش قررت دير؟ وليت كي كنت نروح لتونس تعرفت على واحد تما باع كلوه نتاعو في الترك حكيت معاه هكذا نخلعت تشوكيت قال لي بعت الكلوه نتاعي في الطرق وليت انا لحقت كيما هو جاتني في راسي هكا بيبلي في واد كنيس في الفيسبوك بيبلي هكذا والناس تنصح وكاين اللي صح يحوسوا يشرو كاين جاوك مشتريه ايه جاو لي يعني شحال عرضوا عليك هذا ماشي كيما كنت حاب انت شحال كنت حاب كنت حاب 900 800 مليون وما شحال عرضوا عليك كاين اللي يقول لك عندي 400 واحد هي اصلا ممنوعه هنا في السبيطارات لازم خلينا من الممنوع انا عارفين الممنوع وحرام حكينا انت كيف وقعت باش الناس تسمع جاك اغلى سعر 400 مليون 400 600 ولحقت واحد جماعه مافيا كبار وانت سالت المافيا شحال قالوا يدبي شو عليك ب 600 وانت العمليه شحال كانت تدير؟ ماشي من اسبانيا شحال لازم لك؟ ما على باليش ما رحتش مع البلد وانت انسان مسلم سالت عن حكم الشرع هل يجوز مسلم يبيع حرام. يجوز مسلم يبيع رجله ولا يده ولا نيفه ولا كليته البيع النبي عليه الصلاه والسلام اللي حب قاعنا السماع يقول لا تبيع ما لا تملك والانسان لا يملك بدنه ماشي تاعك انا تخدم روحك لا يجوز بيعك تبيع كليه باش تسكل تصلح يعني النظر نتاعك كيف تبيع قطعه منك هو في الجزائر التبرع بين الاقارب جدا فقط يعني مسموح لهم فقط انهم بين اللي ماهمش اقارب المستشفيات ما تكفلش بك ترفض لانه القانون يمنع لا. هذا الشيء ولكن ايضا دخلوا فيها المافيا قال لا لانه كثير من الامور توقع ولكن راهي توقع في خارج الجزائر يعني هاو قال لك في تركيا على بها الزرع الكيري في الجزائر الاحصائيات تاعو محتشمه قليله جدا لانه كاين عقبات كثيره لا. يعني لو فتح باب بيع الاعضاء اي كارثه يقولوا ناس يحل حانوت يروحوا عاد يقولوا خويا خصني ودنا وعندنا ودنا عندنا قلب عندنا رجلين عندنا كتاف هذه كارثه هذا باب لابد ان يغلق يعني انت يا ما خممتش مليح انا نقول لك وعليك ان تستغفر كي درت الكليه تاعك للبيع نعم وعلاش قلت لنا مافيا واش الشيء اللي خلاك تقول عليهم مافيا هما يتعاملوا هكا يتعاملوا بالتهريب وكذا يعني يجيبوا واحد مريض عنده دراهم ويجيبوا طبيب هذه واش انت شخصيا واش قالوا لك هاد الجماعه واش ما كثرتش معاهم الحديث بزاف ما عجبتني السومه ما صفاتشني تيج بتروحي عليها من بعد وين نروح كيف كيف مع قاعد بيبلي ثاني في الفيسبوك في الجروب حتى تاع العراق هما في العراق ما حاجة هذه يعني عندهم نورمال عادي كاين اللي يجوا ليا وما تعجبنيش جاو ليا من بجاية من الجزائر جاو من ورقلة انت واش ما يعجبك السومة السومة وكاين وين ما تصفاش نيتي مع الناس مع الناس هذو نفيق نحسو يتحايل ولا يقصر ولا ما تصفاش نيتي وانت شكون خلاك وشنو الشيء اللي خلاك تحدد مبلغ 900 مليون سنتيم 900 علاش حبيت 900 هذاك 900 نعرف غالية هي نعرفها غالية السومة هذيك ما عجبتنيش ايه انت اتصلت بلاكلينيك باركا في اسبانيا ايه لاكلينيك باركا الفيزيتا كما يقولوا باللغة الأجنبية 180 أورو فقط مش من سنة شيخ السنة اللي بعت أنا كنت بعت واحد الطفلة من المدية عندها حوالي 20 سنة يا أخويا نفترض أي غلات ولا الحق أني عندي سنتين سألت قالوا لي 180 أو ما زالها وقيل والله أعلم لم تتغير وفي الختام ما بعتهاش الكلية ديالك لا وعلاش؟ لا ما بعتش ما بعتش خاش ما جاش المشتري السومة السومة ما عجبتوش ماشي لأنه استغفر ونديم على ما فعل عليك أن تستغفر عيني على جل عيني وليت ما نعرفش نفكر وليت ندير واحد صوالح تقلب نصلي في الصلاة والله ما نعرف واش في الركعة الثالثة والله ما نعرف واش قريت في الركعة الثانية نمشي أصحابي تبدلوا عليا وبزاف صوالح مانيش حابك تفتح هذا الباب يولي كيما الحرقان
انت لو كان لو كانت تبيع كليه وتروح تداوي ومن بعد تنشر في الفيسبوك بلي راك بايت لعل مئات الشباب يولي يقتديوا بك. ولكن هذا باب لابد ان يسد لا يفتح. الشيخ الاخطر من هذا هو انه لقى حرقه باطل. لقيت حرقه باطل ناوي تروح. وحكيت معاهم وكل شيء ويدوني حكيت لهم قالوا لك ندوك لوجه الله. مش لوجه الله باطل. حكيت معاهم كدا ظروفي وكدا قالوا لي ندوك معنا. اختشك مع ولد حرق؟ مازال مانيش نحوس نحرق. انا ما نشويش كبده تميمتي ونخلي بلاد يعني مهما كان بلادنا ضعيفه ومستوى تاعها مهما كان بصح خير من نروح ثم مهما كان راك براني وبلاد نصارى مهما كان ماشي كيما هنا. هذه الصراحه مهما كان ماشي كيما هنا. انا دوك يا الشعب يا خاوتي انا توكلت على متوكل على الله سبحانه وحده ومستعين بربي الواحد سبحانه وطامع غير في ربي سبحانه. والله غالب انا كنت خدام نخدم كيما الناس والله غالب مانيش نحوس عيني هذه باش نداويها نشوف ما نعرف كيفاش نحوس قسمه باش نقدر نخدم نعيش حياه كريمه نخدم كي انا كي الناس كامل. اولا نحوس نتفاهم دير زوج امور. اولا تنحي هذا الاعلان هكذايا وبالانترنت تبيع في الكليه تاعك وتستغفر وتندم على ما فعلت. اثنين اننا نقدموا التحيه قلت عياده القدس. لا هاك معايا السعاده عياده السعاده قدم نقدموا التحيه العاطره لهذه العياده. هاي شوف بلادك في النهايه صبت دواوك مجانا عمليه جراحيه تسقى مع 10 ملايين ما نشر هذو على 100000 ولا 200000. ثالثا تقدم نداء للمحسنين يساعدوك. خليني نفهمك راكلينيك بركه تبعت لهم فاكس تقولهم من جينا عرض نفسي فيزيتا يعني كشف هذيك عندها سومه هذا مكان بعد ما يكشفوا عليك يقولوا لك شعال العمليه هذا مكان. هو لازم يروح باش يروح انا كي نروح نجيب هل عنده تاشيره هل عنده عندي ما درتش الفيزا ما درت لا فيزا لا ما عنديش تاشيره مانيش نخدم مع اختي مين لي تابعت فاكس لا كلينيك باك بعثت كل شيء واش جاوبوك واش جاوبوني قالوا ما نقدروش نجاوبك لازم تجي نشوف اسبانيا لازم لك لازم تجي اذا شعال السومه تاع الكشف ما على باليش لازم تولي على بالك هذه نقطة البداية يا راكلينيك قولي لنا شعال تخلصي على الكشف باش تولي انت امام حاجة واضحة تما كنديرو نداء اللي يخلص لك التذكرة والكشف نقولوا انا عارفين شعال التأشيرة حتى التأشيرة مشكل كبير انا هذيك لا لا تجيبها بالفاكس تاع راكلينيك حتى لظروف صحية ما مشي مدو التأشيرة كثير من الحالات الشيخ سمح لي بعثوا لي انفيتاسيو قلت لهم اسكو تقدروا تبعثوا لي انفيتاسيو ولا رونديفو اوفال باش نجري على الفيزا وين نروح اللي نسقسيه كامل اللي ميتسا وكاين ناس مرضى دواء في الخارج يقولوا لي فيزا مالادي 4 سنين 5 سنين وتو زهرك فيزا توريستيك نجيبها شهر يعطوها لي ميم با شهر نروح هذا لازم يكون عندك المبلغ اللي يخليك تدفع مبالغ الاقامه مصاريف الاقامه لازم تبرر لهم تفسر لهم بليك رايح وعندك ما باش تخلص لي فخي تاع الاقامه تاعك في اسبانيا هذا هو المشكل. سيدي علي من فضلك وجه نداءك الكل جزائريين لما يشوفوا فيك اكيد ان شاء الله حين يعاونوك تفضل. هي يا خوتي انا الله غالب كنت نخدم لاباس عليك انا كي الناس كامل الله غالب اليوم جاتني انا وغدوه ما نعرف في من تكون الله غالب لحقت مادام جيت الان لحقت الضروره الله غالب اني صغير وكان جاتني في الكبر والله ما نحوس عليها انا الله غالب باش نقدر نخدم ودوك لازم لي نتزوج ووليدي يشد لي يدي كي نكبر اقل شيء وراني مد لي بنت ولا كيفاش نقدر نتزوج اصلا نغبن بنت الناس معايا ونزيد لها من روحي صح ولا لا شيخ؟ شحال في عمرك؟ 27 وانت لك هو انت عالج من اجل العلاج دعك من فكره شكون يعطيني بنته وكذا يعطوك وعلى العميين ما مشي يتزوجوا بصح نتزوج يا شيخ نغبن بنت الناس معايا ونزيد لها من روحي. عالج من اجل العلاج لان طلب الصحه واجب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول تداووا عباد الله. يعني هو يحتاج مصاريف اوليه مصاريف هذيك هي المصاريف الاوليه مصاريف اوليه يمشي بها امور والسفر مصاريف الكشف هذه مصاريف الاقامه تقدر تحددها يعني ممكن تكون في مبلغ معين وطالب انه ممكن يساعدوك انت قدر المبلغ ربما ما نقدرش نقول يا اختي الفواياج والفيزا والاكزام تاع والكشف نعم ما على باليش حال اخويا على باليش مش حاجه كبيره. كلمه اخيره ليك سيدي علي واش تقولنا في الختام؟ ان شاء الله ربي يفرج على كل مؤمن وربي ان شاء الله يحفظ لي ميمتي
والناس اللي وقفوا معايا ان شاء الله ربي يدخلهم الجنه ان شاء الله. كل واحد وقف معايا حتى بحاجه صغيره ربي يدخله الجنه ان شاء الله، كل لافامي بعض اصحابي كل ان شاء الله. ربي يحفظ كل مؤمن ان شاء الله، وربي يهديني ويهدي كل مؤمن ان شاء الله. هذا ما نقول، ونبكي ربي الواحد ما نبكي لحتى واحد، ان الله غالب. وكان جات في كرشي الجوع ولا معيشه او نصبر كي انا كي الناس وكل، والحمد لله كل حاجه تفوت. اما هذه الله غالب، عجزتني في بزاف سؤال. شكرا لك سيدي، شكرا لك. مشاهدينا احنا متواصلين معكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، في اطار المتابعات اللي نقوم بها في برنامج ما وراء الجدران، عندنا قضيه او متابعه لقضيه السيده المفقوده الزهره من الاخضريه اللي جات شقيقتها وزوجها مؤخرا يبحث عليها في البرنامج. نقول لكم الحمد لله الزهره تم العثور عليها، واليوم راهي عايشه في منزل شقيقتها اللي تعالج فيها لانه مريضه عقليا. نقول لكم كذلك انه زوجها طلقها والحضانه قالت الام الاطفال. نروح نشوفوا هذا التقرير اللي اعدته ايمان جوادي، نتذكروا من خلاله هذه القضيه، بعدها نواصلوا. عرض برنامج ما وراء الجدران في عدد سابق قضيه المراه المفقوده منذ 6 أشهر تقريبا من الاخضريه، حيث استقبل البرنامج زوجها وشقيقتها والتي كانت تبكي بحرقة من أجل أختها زهور، خاصة وأنها أكدت إصابتها باضطرابات نفسية وعقلية. بعد عرض العدد تفاعل الكثير من الجزائريين وبحثوا مع خالتي فاطمة عن زهور، إلى أن تم إيجادها في دار الحسنة بعد أن تم وضعها هناك من قبل أحد المحسنات التي كانت متكفلة بها. لقيناها، نشكر الأولى المديرة نتاع الزرارية وميسة، مع الصباح عيطت لي الثمانية قالت لي بلي أختك راها هنا أرواحي تديها. نهار جابوها لي لقيت أختي عنقتني هي تبكي وأنا نبكي، قلت لها أنا جيت باش نديك، ضرب لي وقالت لي ما نجيش معاك شغل، قالت لي حتديني لداري، قالت لي حتديني لداري ما نجيش. قلت لها لا لا ما نديكش، قلت نديك لعندي كيما كنتي عايشه ملي مرضتي رفدتك نرفدك غيرها كيما يقولوا، جات حاجه فوق طاقتي. ومن بعد ضرب لي شويه تواصل شويه، ومن بعد وليت عيطت لوليدي وراجل اختي، جاو من البويره جابوا طوموبيلات جاو يدوها. ومن بعد خرجت معنا المديره هذيك يعني اللي شدتها، يا بعد هذه ميسة نشكرها كيما إيمان جواد داروا فيا كاع خير. أنا صافي كنت مرضت هكذاك تقلقت، قلت خرجت هكذاك بغير إرادتي، بصح دوك صافي باش تجوزت خلاص قلت مانيش نعاودها. بصح دوك كي شفت أختي الحمد لله، قلت هذه أمانة، بابا ربي يرحمه يموت وشد لي في يدي ويقول لي يا بنتي ما خليتش راجل، بصح أنت راجل، انت تهلا في خواتاتك وتهلا في يماك. انا يما دوك مرفوده عندي طول هاي دوك عايشه عندي، اختي اللي طاحت بها قلت ما عندهاش خوها، انا خوها انا راجل انا نرفدكم على عيني وراسي. عادت زهور الى اهلها وعائلتها بعد بحث دام لاكثر من 6 أشهر، وللاشاره فان المعنيه قد طلقها زوجها غيابيا، وهي حاليا عند شقيقتها التي استقبلتها هي وزوجها بكل سرور. كي جا الدار الانسان لازم يفرح، لازم يفرح. اوا الناس قبلها بكري للدوك. وهي تخضع حاليا لمتابعه طبيه وعلاج خاص من اجل استرجاع نفسها وحياتها الطبيعيه. وانا ما احبسش، وين يعيطوا لي نجري نقلب. ودوك نشكر ربي هو اللي كما يقولوا واسع، ونشكر احباب ربي كامل بلا بوليس بالشعب برا كاع وقفوا معايا كاع عيطوا لي، لا فاميلي سقسوا ويعيطوا عليها، والحمد لله كيما دارت ليش حاجه اللي تغضب ربي. اختي خرجت شريفه، جات شريفه الحمد لله لقات مرا اللي تسترها، وفرحت كي لقيت مالية مازالهم يحبوني كيما يقول. ما حسيتش بنادي ما حتى خرجت صافي لقيت روحي وحدي، دوك راني في وسطهم راني مليحه دوك الحمد لله. ما جابت لي والو، ما جابت لي بنت كيما يقولوا قرومه وفحله وجزائريه كاع الجزائريه، ما دارت لنا لا ضحكه ما دارت لنا والو، الحمد لله كان في يد الناس مؤمنه. وانا هذا المراه كنعرفها وتوريها لي كي تبرا روح نشكرها.
نروح اليوم نقول الله يرحم والديك درتي حاجه مليحه درتي لي اختي. انا نطلب اولادي برك هذا ما كان يشوفوني ومن يشوفوني. كل زمانه بكرا مريضه راكي مريضه كل زمانه نطلب يجيبهم لي. رانا طالبين يجيبهم لك باش ما تزيديش تتقلقي على ولادك ويجيبهم لك ونهار تولي مليحه طلبي واش تحبي. هي فرحة إذن عادت لهذا البيت وهذه العائلة، وبدورنا أردنا أن نقسم كل متابعي البرنامج هذه الفرحة، فرحة التئام الشمل من جديد. فالحمد لله على سلامتك يا زهور، وشكرا لكم أيها الجزائريين على تضامنكم ومساندتكم لها. باش نقول لهم أنا أولادي نحبهم عزاز عليا، كان يطلبوا عينيا نمدها لهم نمدها لهم بصح لا غالب أنا ما حبيت هكذا وهما ما حبوش هكذا بصح ما على باليش كنا عايشين لاباس بينا حتى فرقتنا. ودوك أنا نشكركم أنتم من قناة النهار وقفوا معايا من اللي دخلت اللي عندكم حتى وين صبتها، وأنا كيما فرحت أنا عيطت لكم وحبيت نفرحكم. إذا المشاهدين كما كنا نشوفوا في هذا التقرير الشيخ، يعني هذه السيدة كانت عند سيدة تكفلت بها، ولكن بمجرد مرورها معنا في البرنامج جات سلمتها خلتها يعني داتها لدار حسنة في صغارة، وبعدها تم الاتصال بالأهل ديالها، واليوم رانا راي مع أختها والأهل كامل يعني كما شفنا. ويعني هذا الشيء اللي شفناه يدل على أن مريضة عقلية، والآن بان بأنها تتابع في مستشفى الأمراض العقلية، ورغم ذلك أعطوا لها الحضانة على الأطفال. يعني عجيب هذا، وين سمعنا مرأة صحيحة نحوا لها الحضانة والمرأة المريضة عقليا أعطوا لها الحضانة. يعني شيء يبقى شيء ما أناش فاهمينه. أستاذ تعليقك على هذا التقرير، علما أنه كي جاء معنا في البرنامج نتذكر جيدا أنه ما قالش في الحيثية الحكم ما قالش أنه مريضة عقلية، يعني ذلك الحضانة ربما قالت لها. احنا ما نحلقوش لكن مدوا رأي القانون فقط. أكيد ما نش نحلقو، احنا نحترمو. طبعا الآن هو قال كانت عندها سلوكات غريبة تعيس المريض، كما قال لك شيخ أيضا الأخت قالت نفس الشيء. نعم وتتعاطى آخر أدوية تتعاطى أدوية، وآخر سلوك أنها خرج من البيت العائلي إلى وجهة مجهولة. شوفي شحال من شهر ما يحوسوا عليها. صح. أنا أيضا الآن فقط علمت بأنه أعطاه لها الحضانة. نعم. يعني نظن بأنه ما هيش أهل الحضانة. ليست أهل الحضانة في ظل ظروف نفسية وعقلية ما تقدرش تقوم، لأن هي أصلا حاصلة في نفسها كيفاش تقوم ترعى أطفال. صح دي جاي مريضة الآن إذا الحضانة الفعلية راح تكون أختها، لأن حتى هي راهي تحت الرعاية تاع الأخت نتاعها. الحضانة تاع الأبناء تاعها راح يكونوا تحت رعاية الأخت نتاعها، بالرغم من الأخت ماهيش أسبق من الأب. نعم باش يحصل الحضانة، ولكن كذلك نشكر هذه العائلة التي أحسنت إليها. نعم. وحماتها وقعدتها في بيتها إلى أن ظهر الأهل ديالها، ونشكر دار الحسنة أيضا. أكيد. هذا المحسنين اللي داروا هذه الدار تجي لها المرأة المشردة ولا الإنسان عابر السبيل ولا، يعني أجركم عند الله. نعم. عظيم إن شاء الله. يعني كما يتشير لإيمان حتى شقيقتها وزوجها يعني رحبوا بها وفتحوا لها دارهم وراي تخضع للعلاج، يعني هذا أمر مهم. يعني إذا مشاهدينا كما راكم تشوفوا معنا هذا اللباس الأبيض لاغو بلونش اللي حاضرة معنا في برنامجنا اليوم، هي من طرف هذا الفستان الأبيض يعني تبرعت به سيدة هنا من العاصمة. هذا الفستان الأبيض كان ملك لبنتها، وبنتها يعني الحمد لله أسست بيتها وتزوجت وحبت يعني تتبرع وتدير الخير بهذا الفستان وتمده لكل واحدة مقبلة على الزواج، وإن شاء الله يكون من نصيبها هذا الفستان. إذا الشيخ واش تعليقك؟ ربما الناس لو يديروا الخير إلى هذه الدرجة. أولا نديروا التعليق أن نديروا فعل لكل البنات اللي ماهمش مزوجات وهن بالملايين، حتى راهم يقولوا أنا في بلد العوانس كما يقال، نديروا لهم فعل كل وحدة إن شاء الله يجيها النصيب نتاعها. هذه المرأة المحسنة لازم تعرف لهذه صدقة، والصدقة يعني أجرك عند الله عظيم. المهم شاركتي في بنت راح تلبسها وتفرح وتتزوج وتبني دارها إن شاء الله. كيما استرتي هذه البنت اللي حتدي هذا اللباس، ندعي ربي يستر لك بنتك. هذا هو واش نقول. اكيد استاذ واش تعليقك؟ يعني هي فكره شيخ، ربما يا ريت كل سيده مرتدي تزوجت خلاص نظام ما تحتاجش هذا اللباس، يعني تمدوا وما يقول لك نخبوه للذكرى. واش من الذكرى؟ يعني تصدقوا واحد اخرى تزيد تلبسوا عندها اجر خير من الذكرى. شحال من المراه مزوجه في خزانتها اوروبا زعما مخبيتها للذكرى. ودي الذكرى
مديها واحد اخرى زيد تلبسها و... احسن نعم. باش تتزوج وتبني دارها يعني ان شاء الله. حتى هذا المبلغ تاع هذا الفستان يعني راه مبلغ يعني مبلغ معتبر معتبر نعم أيضا لانه شرتها ب 1200 اورو شيء جميل يعني نعم. وربما شيخ ايضا توافقني الراي انه هذا اللباس كل انسان كيفاش يشوفه يعني العازب ولا العازبه تشوفه بشكل، المتزوج يشوفه بشكل، اللي ينجح في زواجه يشوفه بشكل، اللي يفشل في زواجه يشوفه بشكل، يعني هو يمد انطباع لانه لحظه حاسمه في تاريخ الانسان يوم زواجه، لحظه حاسمه يعني بالنسبه للمراه وبالنسبه للرجل. يعني هذه المراه هي كانت ذكيه كي خمت بلي تتصدق بها. شيخ صحيح الفستان الابيض حرام؟ لا لا ابدا، كان احب الالوان واحب اللباس الى رسول الله البياض. يبقى ان الفستان الابيض ليس شيئا واحدا، عبك راهم يديروا انواع وانواع. لذلك انا افضل المراه اذا لبست فستان ابيض يكون مكشوف تلبس البرنوس تاعنا، احنا الجزائر يلبسوا البرنوس الابيض فتستر نفسها. اذا كان مستور متفق على الجواز، اذا كان مكشوف تلبس البرنوس وتستر نفسها ماهوش حرام يعني. نتمنى لكم والله من قلبي كل بنت ماشي مزوجه ان شاء الله يجيها النصاب، ان شاء الله يجيها النصاب تاعها ان شاء الله نصيبها. وحنا الفستان راه ديك متوفر، يبقى فقط الاتصال بنا عبر الارقام ظهر اسفل الشاشه. وصلنا الى ختام. هو الشباب يحوسوا على العروسه ماشي على لباس تاع العروسه، راهي المشكله في العرايس محاصلين مساكن. ان شاء الله ربي يفرج عليكم. انا ادعو الحكومه وعندي كتاب سابق اسمه تأنيس العوانس باش يديروا مجلس حكومه لدراسه مشكله العزوبه والعنوسة، هي مشكلة حقيقية في الجزائر إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ. شكرا. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام عدد اليوم. إن شاء الله نتلاقى الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله وحفظه.